السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مع المهندس مطلق دعيج وفي مقطع جديد، وهو كالذي خلفنا هو عن المطابخ وأهمية المطابخ وجودتها في أصحاب القسائم الجديدة في مدينة جنوب عبد الله المبارك وأيضا مدينة المطلع. راح نعطيكم فكرة بسيطة عن جودة المطابخ من الداخل ومن الخارج، المفصلات والكفر الخارجي للأبواب وجماليتها ومدى تحملها للأجواء الداخلية لرطوبة المطبخ وحرارة المطبخ. تابعونا الآن وراح نبدأ مع البائع محمد إن شاء الله ويوضح لنا الأمور والكماليات والفنيات لأعمال المطابخ والأشياء المهمة اللي تحتاجونها حق بيوتكم إن شاء الله. وتابعونا مع الأخ محمد. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. علمنا يا شيخ محمد شنو الأشياء كنقطة بداية، شنو المشتري اللي يبحث عنه كبداية لما يجي عندكم هني ويبحث عن الأشياء الخاصة أو المميزات للمطابخ، شنو أول شيء يعني يكون ببال المشتري؟ هو دائما يعني المشتري أو الزبون دائما بيبحث عن إيه؟ عن الجودة، تمام؟ والجودة دي موجودة في المنتج عندنا. مثلا بالنسبة لمواصفاتنا بنختلف عن إيه؟ عن باقي الشركات التانية أو مميزين عنها في حاجات كتير. أول حاجة طبعا نوعية الأبواب اللي هي الخارجية، واللي يهم الزبون من في الأول وفي الآخر الباض الداخلي أو التكوين الداخلي للمطبخ بيبقى إزاي، أو مساحة التخزين الداخلية، ده هو اللي بيبحث عنها، تمام؟ ده أول شيء. ممتاز. لحظة قبل لا ننطلق، بعد في عندك أشياء شنو اللي يبحث عنها المواطن أو صاحب القسيمة أو صاحب البيت؟ بيبحث طبعا عن الجودة. عن الجودة، تمام. طبعا في نقاط معينة اللي هو عن ضد الماي، ووتر بروف، تمام. في موجود عندكم هنا؟ موجود موجود. طبعا عند النوعية اللي هي السنشاري الأمريكي دي، عبارة عن خليط معادن حديد على ستيل، بتيجي صب في ألواح كاملة زي كده. طبعا ده منتج عالي الجودة جدا، صنع في صناعة أمريكي. أمريكي، تمام. إذن عندكم منتجات أمريكية، تمام. الآن ننتقل يا أخوان إلى التفصيل المهم جدا مع الأخ محمد. تمام. تفضل يا أخ محمد، علمنا عن مثلا المطبخ هذا. شوف، تمام. المطبخ هذا، هذا مطبخ إيش صنعه؟ ده نوعية أمريكي، ده اللي اتكلمنا عليه من شوية اللي هي السنشري، ده الخليط معادن حديد على ستيل، بيسموا المادة العلمية جلفونايز، ضد المية، ضد الكسر، ضد الخدش. لو لاحظت هنا حضرتك هتلاقي حطينا هنا عينات في المية، تمام؟ زي كده بتطلع العينة من المية، تلاقي ألوان ثابتة، ما تتخدش، ما تتكسرش، ما تصدش. هذا الحين منقوع في المية. ده في المية، اعتقد صار له يمكن فترة كبيرة، ممكن شهر، ثلاث شهور. يعني دايما بنغير المية لما لونها بيغير، بس هو ذات نفسه المنتج ما بيتغيرش، يعني الصبغ ثابت. ضد المية يعني هتلاقيه ثابت، ما بيشربش مية، ما بيتنفخش، ما بيصديش. يعني هذه عندكم كل المطابخ ولا في جزئية معينة من المطابخ؟ لا، ده النوعية اللي هي السنشاري، ما احنا هننتقل مرحلة مرحلة. ممتاز. تمام؟ ممتاز. هذا الحين تيست، تعتبر عينة. عينة تيست، مبلولة في الماي، ووتر بروف. بالضبط. ده سنشاري أمريكي، المادة العلمية جلفونايز، حديد مجلفن. بتيجي سماكته 13 ملي، ما شاء الله، زي كده. هذا يا اخوان على فكره هذا نحتاجه في المطبخ، لان المطبخ دائما روائح ورطوبه وغسيل، ويعني شغل جامد على المطبخ. غير ان هو سهل في التنظيف عامه، ده بصابون، صابون اللي هو الفري. أيوة. والسفنج، واغسل المطبخ كله بالهوز من الداخل ومن الخارج، ما يتأثرش باي شيء. ممتاز. تمام تمام. هذا ك يعني اول نقطه وميزه حق مطابخكم. بالضبط. انه ووتر بروف. ووتر بروف، ومنقعينها هني في مال السمك. شوفوا يا جماعه، حاطين مال السمك، صار له مده من زمان. يعني هذا دليل ان جوده عند الشركه هذه. ايوه تمام. هننتقل لمرحله ثانيه واللي هو اهم شيء في المطبخ. ايوه، اللي هو الباض الداخلي، التصنيع الداخلي، تمام. ممتاز. الشركات الثانيه كلها، يعني استسمح حضرتك، الشركات الثانيه كلها تشتغل كده في النظام اللي هو الالومنيوم والفينور والسيليكون والشغل ده، تمام. طبعا ده مش شغلنا خالص، ده يعتبر الشغل التقليدي اللي بيشتغل فيه
معظم مطابخ الكويت. تمام؟ يعني بسيط. اللي هو ده ليه؟ لان دي اسمها بايبات بتيجي مجمعه وفيونول وسيليكون والشغل ده. احنا عندنا الخزانه بتاعتنا بتيجي كده كلها قطعه واحده لحم من الداخل، مش براغي وسيليكون والشغل ده، غير ان هي من ماده الاكليريك اليو بي في سي. زين عفوا، هذه السماكه نفسها سمكه؟ سمكه 2 سم. اعتقد 2 سم. 2 سم. 2 سم بتيجي نفس السماكه كده. طبعا الميزه في الخزائن دي ان هي فيها ماده معالجه للبكتيريا، ما تعملش ريحه، ما تعملش عفونه، ما تلمش حشرات، وده اهم شيء في المطبخ اللي هي الجوده الداخليه. غير ان انت لو بتخزن اغراض في المطبخ وتقعد مده طويله، تفتح الكبت ما تشمش ريحه. ليه؟ لان هو اصلا يعني ضد الريحه وضد الروائح والشغلات دي كلها. الميزه فيه محكم اغلاقه. طبعا طبعا طبعا. تصنيع حراري ولا عادي؟ لا بيجي هو الواح وتتلحم في بعضها زي كده. بتدي لك، بتتجمع زي كده على حجم المساحه اللي عندك في المطبخ. بندي لك، شفت شلون يا اخوان الفرق؟ حطها هنا عند العينه القديمه التقليديه. الفرق بين التقليد، شوف يا اخوان الفرق، يعني على اساس تعرفون يا اخوان ان المطابخ عالم، عالم واسع المطابخ، يعني مو مجرد مطبخ تجي وتفصل ولا تقول والله ابي رخيص يعطونك شيء خرابيط. لذلك يا اخوان شوف الفرق هنا، السماكه هذا شوف، هذا التقليدي كما صبتنا بالضبط الومنيوم، بينما هنا يا اخوان شوف لوح كامل عرض 2 سم، هذا الومنيوم، هذا التقليدي. لذلك لازم يا اخوان تعرفون الفرق بين التقليدي وبين الشيء الجوده، اللي الشركه لما تروح الشركه تحس انها غاليه لان عندها جوده، مو الشيء التقليدي كما هو المتعارف عليه. طبعا. ايضا الشيخ محمد بعد علمنا في المفصلات والجوينت هذه. طبعا طبعا طبعا. عندنا المفصلات ماركه بلوم الماني. تمام. معظم المطابخ تدي لك المفصله اللي هي بتفتح زاويه قايمه زي كده، اشر عليها عشان بس لا لا يشوفون. المفصله ذات نفسها، معظم المطابخ تدي لك المفصلات اللي هي بتفتح زاويه قايمه زي كده. أيوة. فدي طبعا بتضايقك في موضوع ان انت بتحط اغراض في المطبخ. عندنا المفصلات ماركه بلوم الماني بتتبطل 180 درجه. والله فاجئتني للنهايه زي كده. تمام. غير ان هي المفصله عندنا نظام هيدروليك وعادي، الاثنين في واحد مع بعض. ما شاء الله انتم فهمتوا القصد، يعني شوفوا شلون واصله، هذه حدها بالضبط يا جماعه. في بعض المطابخ تجي زاويه 90، خلاص هذا حد كذي الباب ينفتح كذي، لكن عند المطابخ هذه الشركه الجميله اللي انا اصلا شاري منهم قبل 10 سنوات ولا زلت يعني مقتنع فيهم جدا، اذا بفصل راح افصل عندهم مره ثانيه. شوفوا شلون الباب هذا ينفتح بعد زياده، يعني اعتقد 180 يعني 160 درجه، الانجل مالها 160 درجه. اهتموا يا جماعه في التفاصيل والدقائق من الامور هذه، تحتاجونها يا اخوان في المستقبل. ايوه تمام. غير عندنا المفصله تقدر بكبسه زرار زي كده، في زرار هنا تكبسه هنا فوق وتحت، تحول المفصله لعاديه كده، تبقى مفصله عاديه. تمام. لحظه، هذه يبي لها شرح تفصيلي مره ثانيه. تمام. احنا عندنا المفصله، عندنا نوع المفصله دي نوعين في نوع واحد. ازاي؟ ان احنا عندنا بكبسه زرار زي كده تقدر تخلي المفصله عاديه زي كده، او بترفع الزرار لفوق اللي هو النظام الهيدروليك. خلينا نقرب شويه. وين؟ ايوه الزرار ده. ايوه. في 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 رقم زيرو وفي رقم واحد. رقم زيرو ده يعني المفصله تبقى عاديه، رقم واحد زي كده تبقى المفصله هيدروليك تسكر من نفسها. جماعه شيء جميل يعني. تمام. راقبوا ويانا يا جماعه، يعني ده بالنسبه للوضع يقول لك ان في دقمه في المفصلتين اللي فوق، هذه المفصله يا اخوان بالضبط، المفصله هذه اللي فوق واللي تحت، وين الدقمه؟ خلينا نقرب منها حيل عشان نشوف المشاهدين. هنا رقم واحد وفوق رقم زيرو. رقم زيرو ده يعني المفصلة عادية. تمام. وين الدقمة بالله؟ دي اللي هي الصورة دي ترفع فوق تحت. أيوة. لذلك يا جماعة إذا رفعنا هذه فوق أو تحت تتحول من عادية يدوية إلى هيدروليك. شلون الهيدروليك مرة ثانية يسكر الباب؟ الهيدروليك اللي هو الباب بيسكر من نفسه كده، أنت بتسيب الباب يجي المرحلة الأخيرة اللي هو قبل 10 سم يتحول إلى هيدروليك. لكن كبدايه الحين لو اسكر الباب عادي طبيعي، لكن هنا المربط الفرس في اخر 5 سم يبدا يتحول هيدروليك. هذا بالزبط. جميل بالضبط، اول مره اعرفها بالضبط. حلو هذا الشيء جميل. زين كم لون عندكم؟
حق السنشري هذا امريكي سنشري يسمونه سنشري امريكي عندنا منه 35 لون. وبرضه في ملحوظه مهمه جدا عايز اوضحها لحضرتك. معظم المطابق او معظم البيوت عندهم اصعب حاجه في المطبخ موضوع تنظيف اللي هو الادرج اللي زي كده. طبعا لو طاح عيش طاح سكر طاح كلام من ده طبعا بيبقى صعب جدا في الايه انه في التنظيف. عندنا الادرج نظام ان انت تقدر تشيل الدرج خالص تنظفه وتغسله وترجعه تاني. ازاي؟ عندك هنا ماركه بلوم فيها الادرج نظام كليبسات زي كده من تحت بتضغط عليها بالظبط 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 بتضغط عليها كده وتقدر تسحب الدرج ذات نفسه وتنظفه وتغسله وترجعه تاني. سهل جدا في التنظيف. تعالى بس هنا كده هنا بتحط بس الدرج على السكك بتاعته زي كده وبرجلك بس بتحط رجلك كده تضغط كده يمين ويسار كده الدرج ركب خلاص وهيدروليك. هذا النظام كما شرح لكم يا الأخ محمد شلون تقدر تطلع الدرج وترده مره ثانيه عشان تنظف. يعني هذه ميزه حلوه ايضا بعد. زين هذا فيه هيدروليك ولا عادي بسيط؟ هو هيدروليك كله هيدروليك. هيدروليك يعني بتسكر الدرج بيسكر من نفسه. هيدروليك يا اخوان. طبعا الهيدروليك يا اخوان عامل مهم جدا. ربما البعض يعني اول مره يمر عليه الهيدروليك بدايه راح يكون صعب يسكر مثلا الدرج بقوه وهذا، لكن في النهايه راح تحس انه جميل جدا. مجرد اعتقد اذا سكرته بحيل راح في النهايه على اخر 3 سنتي ممكن شوي. طبعا 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 ما من نظام الهيدروليك ان هو بيبقى مقاوم مقاوم لك. تبطل اياه مره ثانيه وتدفع بقوه كمل القوه زي كده. شوف شلون ما يحتاج قوه مجرد سكره بالضبط يعني بالزبط. هو راح يكمل الباقي وسكره. وكل لما بتحط فيه اغراض او تخزن فيه اغراض بيبقى الهيدروليك معك اخف كمان. زين ما شاء الله معلومات قوية. هذا أول مرة أسمعها صراحة. زين في شيء ثاني بعد؟ في شيء ثاني برضو عندنا نظام الجاكات اللي بتتبطل اللي فوق زي كده. ماركة طبعا بلوم ألماني زي. نفس الماركة بالضبط بس الجاكات دي طبعا أقوى لأن النوعية السنشاري الأمريكي محتاجة مفصلات قوية محتاجة خزانة قوية محتاجة حوامل قوية زي كده تمام. فأنت مجرد ما بتسكرها برضو بيبقى النظام هيدروليك بتسكر من نفسها زي كده. ما شاء الله ممتاز. حلو كله عندكم هيدروليك بس عندنا الخدمات مشكله يكسرون الدنيا. لا في مقاوم. ما هو احنا بنتكلم في نقطه ايه عندكم صيانه صح؟ عندكم صيانه بالضبط. كم مدتها صيانه؟ 15 سنه يا جماعه. 15 سنه بالضبط. تفضل شنو بعد عندك يعني الامور الثانيه؟ طبعا هذا نظام امريكي يعني بالضبط بالضبط بالضبط. في شيء ثاني؟ في شيء ثاني عندنا برضو نوعيه ثانيه اللي هي الزجاج السكريت اللي هو زي كده تمام. وده زجاج طبعا مقاوم للكسر مقاوم للخدش تمام. غير ان هو الماده بتاعته ذات نفسها التصنيع الداخلي بيجي زجاج اللي هو الستة ملي من هذا المودرن الحين يسمونه بالظبط. ده اللي هو القطاع المودرن اللي بيدي فخامه وبيدي شكل وبيدي رقي في المكان. طبعا كم لون عندكم حقه؟ ده موجود منه 130 لون ما شاء الله. 130 لون بالضبط بالضبط. يعني نفس صبغ السجما اختار اللون اللي احتاجه بالضبط. تختار اللون اللي انت بتحتاجه. شلون عندكم كتالوج موجود ممكن في كتالوج؟ طبعا كتالوج اللي هو الجوتن اللي هو زي كده. نصف ما شاء الله. الكتالوج اللي هو الجوتن ده صبغ اي لون احتاجه بس ده مش صبغ عادي. ده صبغ اللي هو الباودر كوتن يعني صبغ رش صبغ الوان ثابته ما بتتغيرش ما بتتفاعلش مع البخار ما بتبصمش. وده الميزه في الـ في الـ في الزجاج ذات نفسه. لا لان اصلا الصبغ موجود وبره هذه الماده شنو زجاج ولا لا شنو؟ ده الزجاج السكريت بيجي سماكه 6 ملي قابل للكسر ولا لا مقاوم للكسر يعني مهما تخبط عليه بالشكل ده. سمعتوا يا جماعه الصوت مو طبيعي قوي جدا جدا انا جداً. شريت قبل 10 سنوات وايضا نفس الطريقه. جميل والله. لا 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 قوي جدا ما شاء الله. معنا سكريد وجماعه يعطيكم الوان تختارون الالوان اللي تحتاجونها بالضبط. متوفره الالوان متوفره الالوان زين. وبنعمل له عينه الاول بياخد عليها تيست يشيك عليها اللون تمام مظبوط عجبه تمام. ضد المي نفسه ذاك اللي هناك هو مقاوم للميه بس مقاوم للميه طبعا. هذاك النوع اللي هناك اخوان هذاك صنع ثاني وهني الصنع الحديث حق اللي هو الزجاج البلجيكي جنب الزجاج كل واحد في
مميزات معينه. وانتم بالخيار يا اخوان. بالضبط زين. هذا هني قلنا سكريد والالوان الموجوده حلو. هذا جميل بالضبط. هذا اللي صبغ سيجما حاط برا رمادي ياخذ هذا ما شاء الله يطلع ممتاز. ممتاز زين. شنو بعد الميزات؟ اليدات من الخارج. اليدات بتيجي من نفس الاطار ذات نفسها، بيسموها ماده يد مخفيه، وممكن تيجي بدون يد خالص. زين حط ايدك على اليد قبل الله شلون دي اليد زي كذا. بطل الباب. اي ما شاء الله. هذا في بروش يا جماعه هنا ايضا، في البروش هذا هنا موجود عشان محكم يحكم اغلاقه. تمام بالضبط. ممتاز حلو جزاك الله خير. زين الان ناتي الى الشيء المهم اللي حق الخزائن. الرف عرفنا الرف كله، ناتي الى الخزائن. الخزائن هنا شلون هذا؟ الخزائن الرخام ولا الرخام الخارجي؟ السطحه الخارجيه طبعا. السطحه الخارجيه عندنا الكوريان اللي هو الصناعي. كوريان هذا موديل جديد طبعا في السعوديه، انا شفته في السعوديه شغالين عليه. بالضبط. اوفر من الرخام. بالضبط. وانظف. هو انظف وضد الماء يعتبر. بالضبط. صح بالضبط. لذلك الان احنا شفنا الكويت ما شاء الله قبل 5 سنوات اعتقد او 7 سنوات قاعدين يستخدمون شو اسمه الكوريان. الكوريان قاعد يستخدمون الكوريان. زين كم لون عندكم حق الكوريان؟ لا الكوريان في منه حوالي 45 لون الالوان المتوفره على ماركه ال جي اللي احنا بنشتغل. شكل معين ترخيمه مثلا او لا مش ترخيمه، يجي ساده، يجي اللي هو في تنقيط كده، يجي مثلا بدون تنقيط خالص. في الوان كثيره منه يعني. شوف شلون اخوان هذا يمكن مو واضح لكن مبين يعني جميل يا اخوان. هو بديل الرخام، في ناس ما تحب الرخام. ده بيجي كله قطعة واحدة، ما فيش فواصل، ما فيش سيليكون. يا اخوان الميزة عن الرخام قطعة واحدة كاملة مصبوبة على الطلب. بالضبط 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 بالضبط. تمام زين. والسيليكون هذا كله عندكم جودة، مو أي كلام تجيبون أشياء. بالضبط. مقاوم للفطريات. بالضبط. والبكتيريا. بالضبط. يتغير لونه؟ لا لون ثابت، ألوان ثابتة ما بتتغيرش. ممتاز. شنو الحين عندكم بعد اشياء ثانيه تضيفها على اللي موجوده عندك هنا؟ عندنا طبعا المواصفات الداخليه هي نفس المواصفات اللي احنا شرحناها من شويه. أيوة. كلها واحد. تمام. الخزانه عندنا برضو طبعا قويه جدا، واللي يبين لك قوه الخزانه الداخليه عندنا ان انا لو جبت خزانه وقفت لك عليها. أيوة. وقفت بكل قوتي هتلاقيها قويه جدا، ما تتاثرش ولا تتكسر ولا اي شيء. ما شاء الله. هراوي لك انا برضو الشكل ده. اسوي فاصل. ماشي. انا الشيخ محمد علمنا شنو الميزه الثانيه في الشغل الجوده مالكم اللي عندكم اللي هو القطعه هذه القطعه دي الخزانه الداخليه اللي عندنا اللي احنا شرحناها من شويه. إيه؟ الخزانه عشان ابين لك جودتها، ان انت لو بتقف على الخزانه كده ما شاء الله قويه جدا 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 يعني، ولا تتكسر ولا يحصل لها اي شيء. ما شاء الله. ده الميزه في الجوده بتاعتها. دي الخزانه اللي هي الداخليه، الباض الداخلي اللي زي كده. ده الباض الداخلي اللي هو ده. فببين لك قوه ومدى الخزانه بتاعتنا، وانا ما شاء الله يعني 90 كيلو يمكن زي كده. شيء جميل يعني. هذه القطعه بالضبط موجوده هنا يا جماعه اللي هي الخزانه الداخليه. شلون هذه القطعه يا اخوان هي نفسها اللي وقف عليها الشيخ محمد، من قوتها وقف عليها تحس انها قويه. بالضبط. شنو هذه مكوناتها؟ خشب عادي؟ لا مش خشب، دي ماده الاكليريك اللي هي اليو بي في سي. حاليا الماده دي طبعا ضد البكتيريا، ضد الحراره، ما تاثرش بالرطوبه، غير ان هم حاليا عادوا بيصنعوا منها درايش وابواب، بيصنعوا منها الرخام الصناعي الكوريان. 90% من الكوريان ده ماده الاكليريك ده بيصنعوا منها دواخل الثلاجات، فهي بيستخدموها في المواد اللي هي الحافظه افضل بكتير كمان يعني. ده الميزه في جوده الخزانه ذات نفسها. ممتاز. هذا باختصار. شنو تحب تعطي يعني اشياء اضافيه حق اهل المطلع، مدينه المطلع، مدينه جنوب عبد الله مبارك؟ تمام. جنوب عبد الله مبارك تمام. مدينه المطلع مطلع. محتاجين تنوير حق الامور هذه. شنو كلمة بسيطة أو رسالة بسيطة تحفيزية لهم؟ رسالة بسيطة إن أنت لو بتدور على المنتج وبتدور على الجودة وفعلا عايز تستثمر فلوسك في حاجة صح، حاجة فعلا تركبها كد ومد زي ما بيقولوا، هتزور الشركة عندنا، هنديلك المواصفات كلها، وبرضه هيكون أفضل على الطبيعة لما تشوف كل حاجة بعينيك.
دي الفكرة اللي أنا عايز أوصلها بس لإيه لجميع عملائنا وزبائننا إن شاء الله. الله يخليك يا رب. الله يبارك. وختاما أيها الأحبة، كما رأيتم ومع مقابلة البائع محمد ما شاء الله جزاه الله خير، كفى ووفى، وحاولنا نأخذ أو حاولنا أن نسأله بدقائق الأمور وبأقل التفاصيل، وحاولنا أن نستفيد منه أكثر وأكثر، فما شاء الله كفى ووفى وعلمنا كل المميزات اللي عندهم لهذه الشركة. لذلك يا أخوان، أي واحد بغى يعرف اسم الشركة يرسل لي كومنت وراح أرسل له اسم الشركة، وعندهم انستغرام وعندهم تواصل جميل وخدمة 15 سنة ما بعد البيع. أهم شيء يا أخوان ننظر إلى ما بعد البيع، فخدمتهم أنا مجربها قبل 10 سنوات وإلى الآن هم معي ولم يقصروا في أي شيء، الله يجزاهم خير. لذلك يا أخوان انتبهوا لأنفسكم ولا تراخصون الشيء، حاولوا تدوروا الشيء اللي له جودة. الصناعية في موجود الباكستانيين والناس العاديين يعطيك شيء بسيط شلاعي، يعني شيء مو جودة. فإذا أنت بتروح الشركة، الشركة هذه موجودة طبعا خدمتهم 15 سنة وناس عندهم كفاءة وجودة موجودين في حولي. اللي يبي عنوانهم واسم الشركة يرسل لي كومنت وأنا راح أعلمه اسم الشركة. وفي النهاية إذا أعجبك المقطع وحسيت أنك استفدت منه، ياليت تنشر المقطع وتشترك بالقناة وتعمل لايك وتساعدنا في نشر ذاك المقطع حتى يستفيد الغير من ذلك المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله.